حماس بتنكر انها عملت هيك، بتنكر انه هي بتطلق رصاص على الارجل، لانه حصل ذلك في 2007 ايام الانقلاب، وهي تنفي انها عادت وكررته، او انه اصلا اساسا حصل من جانبها. التفاصيل هاي رجاء تحط المشاهد الفلسطيني امامها. طيب، أنا من البداية طبعا في منتصف الحرب تم إبلاغي بإقامة جبرية، بما معناه يعني ما تطلعش من البيت لسبب شو طبعا ما بعرف. طلعت من بيتي يعني في محور المنزل، يعني ما بعدت كتير، بتفاجأ بسيارة فيها تقريبا 3 أشخاص مسلحين. نزلوا 3 أشخاص ثبتونا في نفس المكان اللي كنا فيه. طبعا مجرد أن سأل عن اسمي، حكيت له شو اسمي، تم إطلاق النار الكثيف عليه. 3 أشخاص مع بعض. أنا ما بعتقد أنه نبقي أو نبقى ساكتين على ما يجري لشبابنا في غزة بصراحة، لأنه الوحدة الوطنية مش قرار بيوقعوا عليه ولا اتفاق زي ما عملوا الأخ عزام، وكان هذا الاتفاق خاطئ خاطئ خاطئ، لأنه إجا من فوق كلام فاضي، شو تحت ما في، شو تنفيذ ما في، راحوا وقعوا على كلام فاضي، بس شو تحت؟ مين بيقود غزة؟ مين بيقود الأجهزة الأمنية؟ مين بيقود الحكومة؟ أي حكومة موجودة؟ كله ما كان في له أساس صحيح حتى نقدر نقول هذه وحدة وطنية. هذا الذي يجري في غزة سبب ضعف فتح وضعف قيادة فتح وضعف اللجنة المركزية لحركة فتح. إذا بدنا نروح لمعركة الحرب أن نكون موحدين، نكون موحدين ومستعدين. طب كيف مستعدين وأنا ابن فتح اللي موجود ممنوع يكون معي سلاح، ممنوع أقاوم؟ في جزء من اللي أعدموا ضباط كانوا بالأجهزة الأمنية. أنتوا بتقولوا أنه أعدمنا ناس جواسيس، طب حكمتوهم؟ حققتوا معهم؟ وين اعترافاتهم؟ ولا هدول لأنه كانوا في يوم من الأيام حققوا مع حدا من حماس فجبتوهم وأعدمتوهم؟ طب ليه؟ تحت أي حجة؟ طب أنت بتعدم، أنت بأي قانون؟ طب شو الفرق بينك وبين واحد اسمه الزرقاوي كان في الزمانات مثلا؟ بديش أجيب داعش يا ستي، مصعب الزرقاوي القاعدة، بديش أجيب أنا داعش اللي بتقطع روس. طب هو شو الفرق بين واحد بيقطع راس وواحد بيعدم برصاصة؟ شو الفرق يعني؟ مش هذا قتل وهذا قتل؟ بغض النظر عن طريقة القتل اللي كلنا بنديلها، الأساليب والموت واحد بالضبط اللي احنا كلنا بنديلها. طب هذا الكلام بأي حق؟ ليش هدول الشباب، شباب الحركة، شباب حركة فتح، بيعيشوا تحت هذا الكابوس؟ هذا كابوس موجود في غزة، هذا الكابوس يجب أن ينتهي.